بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم طلاب شركة آفاق التعليمية ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية. درس اليوم لطلاب الصف الثاني الثانوي، ودرس اليوم يعتبر آخر درس في الباب الأول، آخر درس اليوم اللي هو درس البرمجة الخطية والحل الإيه والحل الأمثل. تعال نشوف مع بعض الدرس. درس طبعا 1-6، العنوان تاني البرمجة الخطية والحل الأمثل. قبل كده في الدرس اللي فات درسنا حل أنظمة متباينات خطية بيانيا. طبعا عرفنا من خلال الدرس اللي فات اللي هو حل الأنظمة لمتباينات خطية، عرفنا ازاي نحدد رؤوس منطقة حل النظام للمتباينات. تحديد رؤوس منطقة حل نظام من المتباينات، ده كان الهدف أو المفهوم الأساسي اللي اشتغلناه في الدرس اللي فات. اليوم بقى النهاردة الهدف من حصة اليوم أو أهداف حصة اليوم، طبعا مهم جدا إن احنا نحدد أهداف الدرس قبل بدايته، ان احنا نوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى لدالة ضمن منطقة الحل، واستعمال البرمجة الخطية لإيجاد الحل الأمثل لمسائل حياتية. طبعا الموضوع ده مهم جدا، موضوع البرمجة الخطية ده من الناحية العملية، يعني كل المسارات الحياتية من مصانع لشركات لازم تستخدم الرياضيات وتستخدم البرمجة الخطية عشان تصل لحل أمثل لجميع المشاكل اللي ممكن تواجهها في خطوط الإنتاج الخاصة بيها. طيب المفردات اللي احنا هنشوفها في درس اليوم، هنشوف كلمة قيود معناها ايه، معنى البرمجة الخطية، دي المفردات اللي انت هتسمعها في درس اليوم، المنطقة المحدودة والمنطقة الغير محدودة والحل الايه والحل الأمثل. نشوف مع بعض القيمة العظمى والقيمة الصغرى. بيقول لك تواجه المصانع في كثير من الأحيان أوضاعا ضمن قيود مختلفة، وتسعى للوصول إلى أقل تكلفة أو أعلى إنتاج أو أعلى ربح. طبعا زي ما قلت لك إن موضوع البرمجة الخطية موضوع مهم جدا في الحياة العملية، يعني من الموضوعات المهمة جدا، لأن باستخدام العلم واستخدام الرياضيات ممكن نصل في أي مشروع أو أي مؤسسة اقتصادية إلى الوصول إلى أقل تكلفة والوصول إلى أعلى ربح، طبعا باستخدام علمي مش باستخدام أي شيء تاني، واستخدام مادة الرياضيات، لأن في طلبة كتير من طلابنا كان يسألوا يقول لك إيه أهمية دراسة مادة الرياضيات. فدرس اليوم يعتبر إجابة على الأسئلة ديت، لأن درس البرمجة الخطية مهم جدا في الحياة العملية والحياة الاقتصادية بشكل خاص، المؤسسات الاقتصادية، الشركات، المصانع، لأن من خلال مادة الرياضيات والاستخدام العلمي لموضوع البرمجة الخطية بنقدر نصل إلى أقل تكلفة في المصانع والمؤسسات والوصول إلى أعلى ربح. مثل هذه الأوضاع يمكن التعامل معها عادة باستخدام البرمجة الخطية. طب إيه هي تعريف البرمجة الخطية يا شباب؟ هي طريقة لإيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لدالة ما تحت قيود معينة. القيود دي اللي هي الأمور اللي موجودة مثلا في المصنع، عدد الإنتاج، عدد العمال، دي بنسميها قيود. كل منها عبارة عن متباينة خطية، وذلك بعد تمثيل نظام المتباينات بيانيا، وتقع القيمة العظمى أو الصغرى إن وجدت لدالة ذات الصلة دائما عند أحد رؤوس منطقة الحل. تاني بقى، يبقى منطقة الحل القيمة العظمى والقيمة الصغرى بتقع عند رؤوس منطقة الحل، مش بتقع داخل منطقة الحل. ها؟ يعني مثلا هنا رؤوس منطقة الحل، يبقى معنى كده إن القيمة العظمى والصغرى ل الحل بيكون او لدالة الهدف بيكون عند الرؤوس منطقة الحل. تمام. طيب نشوف مفهوم اساسي اهوت، مفهوم اساسي منطقة الحل. بقى منطقة الحل بتكون يا اما محدودة
يا إما غير محدودة. شايف محدودة يعني محددة زي ما انت شايف كده، يعني لها رؤوس مغلقة زي ما انت شايف كده، تمام؟ إذا كانت منطقة الحل محدودة يعني مغلقة أو محصورة بقيود كما في الشكل أعلى، فإن القيمة العظمى والصغرى للدالة تظهر دائما عند رؤوس منطقة الحل. يعني لازم الحل يكون هنا عند الرؤوس، لازم القيم العظمى والصغرى بتكون عند رؤوس منطقة الحل. ده فين بقى؟ في منطقة الحل المحدودة. احنا قلنا المفردات دي هنستخدمها في الأول، أهوت قلنا معنى إيه برمجة خطية، قلنا القيم العظمى، قلنا المنطقة المحدودة. تعال نشوف بقى المنطقة الغير محدودة. إذا كانت منطقة الحل مفتوحة زي ما انت شايف كده، منطقة مفتوحة يعني مش محددة أو مش مقفلة من هنا، فهي بذلك غير محدودة، ويمكن أن تحتوي على قيم، يمكن أن تحتوي على قيم عظمى أو صغرى. يمكن يعني مش بشكل إيه، مش بشكل إيه أكيد، ويمكن أن تحتوي على قيم عظمى أو صغرى. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده طبعا نظري، لما بنروح للأمثلة بيكون الكلام أوضح ومفهوم بشكل أكثر. المثال الأول عندك في كتاب المدرسة، المثال الأول مثال على منطقة الحل المحدود، تمام، اللي احنا شفناها من شوية. بيقول لي مثل نظام المتباينات الآتي بيانيا، ثم حدد إحداثيات رؤوس منطقة الحل، وأوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى للدالة المعطاة في هذه المنطقة. أول متباينة أو أول قيد بقى، دي اسمها القيود يا شباب، القيود اللي هي الأمور اللي هي لازم نتقيد بيها في الإيه؟ في الحل. واي مثلا متغير اسمه واي لازم يكون أكبر من أو يساوي 3 وأقل من أو يساوي 6، تمام؟ طيب المتغير إكس، 3x زائد 12 أكبر من مين؟ من واي، أو واي أقل من أو يساوي 3x زائد 12. القيد اللي بعد كده واي لازم تكون أقل من أو يساوي سالب 2x زائد 6. الأخيرة دي بقى بيسموها دالة الهدف، يعني دي ده الهدف بتاعنا، من خلال القيود ده هنصل لهدف شكله إيه. الهدف ده دايما بيكون في البرمجة الخطية الوصول زي ما قلت إلى أقل تكلفة، أقل تكلفة ووصول لأعلى ربح وأعلى إنتاج. طيب نشوف المسألة دي كمتباينة أو يعني كنظام من المتباينات. طريقة الحل هنا إنك هتمثل المتباينات دي اللي هي القيود دي الأول، وبعدين نعوض في دالة الهدف، نشوف إزاي نحدد القيمة العظمى والقيمة الصغرى من خلال تحديد رؤوس منطقة الحل. يبقى أنا الحل تاني، خطوات الحل هنرسم المتباينات دي زي ما احنا عارفين، زي ما خدنا في الدرس اللي فات بقى، ونحدد رؤوس منطقة الحل برضو ده خدناه في الدرس اللي فات. النهاردة بقى هناخد رؤوس منطقة الحل ونعوض بها في دالة الهدف لتحديد القيمة العظمى والقيمة الصغرى. يلا مع بعض، أول متباينة اللي هي واي أكبر من 3 أو أقل من 6. طبعا المتباينة لما يكون فيها متغير واحد زي ما انت شايف بيكون تمثيلها سهل. وقلنا قبل كده الكلام ده، إن لما يكون مثلا المتباينة فيها واي فهتمثل بخطوط، ممتاز، خطوط أفقية يعني بتوازي محور إكس. يبقى أنا هنا هرسم كم خط يا شباب، هرسم خطين، هرسم من عند الواي يساوي 3 ومن عند الواي يساوي كام؟ 6. تعالوا نشوف مع بعض أهوت. ده أول خط اللي هو واي، المفروض طبعا كنا بنقول بنحول المتباينة إلى معادلة، يعني لو واي بيساوي 3 أهوت، ده الخط أهوت من عندي 3 على محور واي، ونرسم خط موازي لمحور إكس. الخط الثاني اللي هو واي بيساوي 6، ممتاز، نعد بقى، ده 4 ده 5 6، أيوة جدا ممتاز، ادي الخط الثاني. معنى بقى ان واي اكبر من او يساوي 3 واقل من او يساوي 6 يعني منطقه الحل اكبر من ده واقل، يعني محصوره بينهم. يبقى معنى كده ادي اول يعني تحديد لمنطقه الحل ان محصور بين الخطين الاثنين دول، اقل من دوت واعلى من الثاني اللي تحت. طيب نشوف، او زي ما محدد لك كده على الرسم، اقل من اللي فوق ده واكبر من، يعني منطقه الحل هنا. نشوف بعد كده الايه، هنحول المتباينة التانية زي ما قلنا اللي هي واي بيساوي 3x زائد 12، كنا بنقول نحولها لإيه؟
ممتاز، نحولها إلى معادلة ونعمل جدول ونرسم. لما يكون فيها متغيرين اتنين يفضل انك تحدد قيم بجدول وترسمها. اول خطوة حولناها المعادلة زي ما خدنا قبل كده، وبعدين هنحط اكس مرة بصفر واي مرة بصفر. ليه؟ لان القيم سهلة. لما نحط اكس بصفر هوت هنا مثلا اكس بصفر، يبقى واي على طول بتساوي كام؟ ممتاز 12. طب لو حطينا واي هي اللي بصفر، دي هتروح بشارة مخالفة، يبقى سالب 12 على 3 هايل، يبقى سالب 4. ونرسم بقى، يلا نرسم النقاط اللي بتمثلها الخط. ادي النقطة 0 و 12 مثلا، اهوت 0 و 12، وادي سالب 4 وايه وصفر اهيت، ورسمنا خط متصل عشان في علامة او يساوي اللي هو باللون الازرق ده. بيختبر منطقة الحل بالنقطة 0 و 0. احنا قلنا قبل كده لو واي اقل يبقى معنى كده ان اقل من الخط، يعني معنى كده ان الحل هيقع هنا كده. شوف اي زي ما انا قلت لك، يعني لو عايز طبعا تستخدم الموضوع التعويض بالنقطة 0 و 0 مفيش مشكلة خالص. هناخد بعد كده المستقيم واي يساوي، هنحوله المعادلة، يساوي 2 اكس زائد 6. هنعمل جدول، نحط مرة اكس بصفر واي بصفر. حطيت اكس بصفر هنا يبقى واي بستة على طول، ممتاز. وبعدين حطيت واي بصفر يبقى معنى كده هتروح سالب ستة على سالب اتنين فهت تلاتة، ممتاز. هنرسم الكلام ده، تمام. ادي النقاط اهيت، وادي الخط اللي احنا رسمناه اهوت. طيب هنا واي ايه؟ هنا واي يا شباب ركز كده، واي اقل، يعني معنى كده هنحدد منطقة الحل اللي هي اقل من الخط، مش فوق الخط، اللي اقل منه، يبقى معنى كده الحل كده. طيب كده واضح جدا ان منطقة الحل اللي هي تظل لي دي ايه، لانها اقل من الخط ده واعلى من ده واقل من الخط ده واقل من الخط ده، يعني منطقة الحل اهيت، واضحة جدا جدا اهيت. طبعا واضح جدا انها منطقة حل محدودة لان الخط او المنطقة مغلقة زي ما انتم شايفين. بمنتهى البساطة الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنروح نحدد رؤوس منطقة الحل. مين يحدد معايا يلا قبل ما نكتبها؟ يعني النقطة دي كام مثلا والنقطة دي كام؟ لو انت معايا كويس اهو، تعالى هنا كده. طبعا دي نقطة الاصل، يبقى معنى كده ان انا لو جيت هنا هنزل كده، دي كام ديت؟ ادي سالب واحد، ادي سالب اتنين، ادي سالب تلاتة، سالب تلاتة، وهطلع فوق ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى سالب تلاتة وتلاتة، تمام. النقطة دي مثلا اهيت كام يا شباب؟ دي ده صفر اهيت وستة، طلعنا فوق من ستة. النقطة التانية ديت سالب اتنين اهيت وطلعنا عند ستة. الرأس ديت كام ديت؟ طبعا المنطقة هنا بالظبط هنا كده بين الواحد والاتنين، يبقى واحد ونص وتلاتة، وهنا واضحة جدا من سالب تلاتة لإيه؟ لتلاتة. بنعمل إيه بعد كده بقى؟ بتيجي أنت جاي في الخطوة دي تجيب دالة الهدف اللي هي فيها دايما إكس وواي، الـ إف إكس واي دي بنسميها دالة الهدف، ونعوض بالنقاط الأربعة دول. حطينا النقاط ديت اللي هي رؤوس منطقة الحل، سالب تلاتة وتلاتة وواحد ونص وتلاتة، وبنعوض. يعني إيه بنعوض؟ يعني نشيل الإكس ونحط مكانها سالب تلاتة، ونشيل الواي ونحط مكانها تلاتة، تعويض مباشر. طبعا معروف كلنا ان دي قيمة الاكس ودي قيمة الواي. عوضنا، طلع اول قيمة بسالب 18. هنعوض بالنقطة التانية، تاني بنعوض يعني ايه؟ يعني هتشيل الاكس، يعني تقول اربعة في اكس يعني اربعة في واحد ونص بستة، تمام. ناقص اتنين في واي يعني اتنين في تلاتة، تمام، بستة، يبقى بيطلع صفر. ها نعوض بعد كده بصفر وستة، يبقى معنى كده ان دي صفر، وسالب اتنين في ستة بسالب 12، يبقى الحل بيساوي سالب 12، هايل. هنعوض بسالب اتنين وستة، يعني هنقول اربعة في سالب اتنين، تمام، سالب كام؟ اتنين في اربعة بتمانية، سالب تمانية، وبعدين سالب اتنين في ستة، ها يبقى الحل هيطلع بالسالب، سالب كام؟ سالب عشرين، لان هنا سالب تمانية وهنا سالب اتناشر. بعد كده كل الحكاية انك تحدد القيمة العظمى هنا والقيمة الصغرى. يعني ايه القيمة العظمى؟ يعني اعلى قيمة هنا كام واقل قيمة كام. طبعا واضح جدا ان الصفر اعلى قيمه لان القيم كلها بالسالب، يبقى دي بتمثل قيمه عظمى، تمام. اللي هنا فينا في قيمه عظمى قيمتها صفر عند اكس بتساوي 1.5 واي بيساوي 3، او عند النقطه 1.5 و3. طب اقل قيمه هنا كام؟ هل سالب 18 ولا سالب 12 ولا سالب 20؟ واضح جدا ان القيمه الصغرى هي كام؟ سالب 20. يبقى دي قيمه عظمى ودي قيمه صغرى، تحددناهم خلاص كده. انا وصلت لايه؟ لنهايه الحل. بنكتب بقى القيمه العظمى للداله تساوي صفر اهوت،
وتكون عند النقطة سالب واحد عند النقطة واحد ونص وثلاثة، والقيمة الصغرى الدالة سالب 20 وتكون عند النقطة سالب 2 وكام؟ سالب 2 وستة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحل. يعني معنى الكلام ان انت هنا بتزود بس عن الدرس اللي فات انك تاخد رؤوس منطقة الحل وتعوض بيها في دالة الهدف وتشوف اكبر قيمة يبقى دي بتمثل قيمة عظمى واقل قيمة يبقى دي بتمثل قيمة ايه؟ صغرى. ممتاز. نشوف بعد كده تحقق من فهمك، تحقق من فهمك نفس الكلام بقى، دي القيود اهيت ودي دالة الهدف، دي القيود ودي دالة الهدف، هسيبها لحضراتكم كواجب تحلها، واللي يلاقي اي صعوبة في الحل احنا معاكم نتواصل عبر قنوات التواصل في الشركة معاكم من خلال كلاسيرا ومن خلال البث. يعني قنوات التواصل بيننا دايما وبينكم مفتوحة، بس احنا بنحب دايما ان الطالب يطبق بايده لان التطبيق العملي هو اللي بيثبت الايه المعلومة. فاحنا هنسيب التحقق لحضراتكم تحلوها ونتأكد معاكم من الحل ان شاء الله بعد كده. هنشوف بقى امثال اتنين مع بعض اللي هو بيتكلم عن منطقة الحل الغير محدود. تمام، يلا نرسم. واضح جدا هنا نفس الكلام بقى، دي القيود اهيت 2y زائد 3x اكبر من او سوى سالب 12، ده القيد الاول، y اقل من او سوى 3x زائد 12، y اكبر من 3x ناقص 6، ودي دالة الهدف. يبقى دايما في المنطقة في درس اليوم بيكون فيه قيود اللي هي المتباينات ودالة الهدف عشان من خلال دالة الهدف تحدد القيمة العظمى والقيمة الايه الصغرى. ممتاز. يبقى بنرسم تاني خطوات الحل، بنرسم المتباينات زي ما خدنا في الدرس اللي فات، نحدد منطقة الحل، نحدد رؤوس منطقة الحل ونعوض بها في دالة الايه دالة الهدف. لو فاكرين في اول الحصة قلنا ان منطقة الحل الغير محدودة ممكن ان يكون فيها، يمكن ان يكون الرؤوس تمثل قيم عظمى او ايه او صغرى، يمكن. لكن هناك في المنطقة المحدودة بيكون الحل بشكل اكيد عند رؤوس منطقة الايه الحل. طبعا واضح ان احنا بقى خلاص، احنا خلاص تعلمنا نرسم، خلاص رسمنا المتباينات ديت وحددنا منطقة الحل. شوف بقى معايا منطقة الحل فين، يلا معايا كده منطقة الحل، ادي رأس اهيت وادي رأس والخط ده كده والخط ده كده. يعني منطقة الحل واضح جدا عند ادي رأس اهيت وادي رأس. طيب هو بيقول لك مثلنا المتباينات، ومثل المتباينات واوجد القيمة، قيمة الدالة عند كل رأس، لان القيمة العظمى او الصغرى ان وجدت تكون عند الايه الرؤوس. يعني لو كان في قيمة عظمى او قيمة صغرى هتكون عند الايه، هتكون عند الرؤوس زي ما احنا قلنا. طيب حددنا ادي الرأسين الاثنين هم، ركزوا معايا. طبعا التمثيل احنا خلاص عرفنا ازاي بنمثل، زي ما قلنا هنمثل الخطوط. طبعا ده محور اكس اهوت، وده محور ايه يا شباب، وده محور ايه واي. وبعدين عندنا كم متباينة، ادي واحد اتنين تلاتة، ففي عندك تلات خطوط مرسومين اللي هو ده وده وده، ادي التلات خطوط اهوت. منطقة الحل هي المنطقة المشتركة اللي ايه اللي بينهم. طيب حددنا الرؤوس، ادي رأس اهيت اللي هي 4 وصفر او سالب 4 وصفر، وصفر يا شباب اهيت وصفر وكام وسالب 6. خد بالك منطقة الحل تاني مفتوحة لان مفيش خط من فوق بيقفل عليهم، يعني هنا جينا كده وجينا كده اهو ده كده، ومفيش بقى خط بيقفل عليهم من فوق، يبقى عشان كده دي منطقة حل محدود غير محدود اهو. يبقى انا عندي كام رأس دلوقتي، مفيش عندي غير ده ودي، خلاص مفيش رؤوس تانية، رؤوس حل المنطقة الايه الحل. لما عوضنا، ركزوا معايا بقى في الكلام ده، لما عوضنا بسالب 4 وصفر اللي هي الرأس دي في منطقة في دالة الهدف طلع سالب 36، ولما عوضنا بصفر وسالب 6 طلع 36. في ناس ممكن بقى على طول تستعجل وتقول ان القيمة العظمى 36 والقيمة الصغرى سالب 36، لا. هنا بقى لما تكون منطقة الحل، لما تكون منطقة الحل ركزوا معايا غير محدودة، بتيجي انت عامل ايه، تيجي جاي راسم دالة الهدف، الخط ده اللي هو 9x ناقص 6y، ترسمه نمثل الخط 9x ناقص 6y، والخط ده اللي بيمر والمار بالنقطة سالب 4 وصفر، هنرسم الخط ده اللي بيمر بالنقطة دي. كويس كده،
طبعا احنا رسمنا الخط ده ازاي؟ هو طبعا بيمر بنقطة هي اللي هي سالب 4 وصفر عارفينها، وهنحط مرة اكس بصفر هنا، يبقى واي هتساوي 6. كويس؟ تمام كده؟ لو حطينا اكس بصفر يبقى معنى كده ان واي هتساوي كام؟ هتساوي 6. طيب لو رسمنا الخط ده بقى اللي انت شايفينه ده اللي هو ده كده، لو رسمنا الخط اللي هو 9 اكس ناقص 6 واي اللي هو ده، ونساويه بسالب 36، عشان بس الناس تقول لك فين الطرف الثاني، بتاخد ده كده وتساويه بالقيمه دي عشان نشوف في قيمه صغرى ولا لا. هنا خدنا 9 اكس سالب 6 واي وسويناه بسالب 36 ونرسمه، ادي اكس بصفر اهي، يبقى سالب 6 واي بيساوي سالب 36 نقسم 6 سالب على سالب فال موجب 36 على 6 فال 6. ورسمنا الخط، لقينا ان الخط بيقع داخل منطقه الحل، او نلاحظ ان المستقيم يقع في منطقه الحل. لو الخط ده اللي انا رسمته بيقع في منطقه الحل يبقى ديت النقطه دي لا تمثل قيمه صغرى. ليه؟ لان احنا قلنا الحل دايما بيكون عند الرؤوس، عند رؤوس منطقه الحل. يعني معنى كده ان الخط المفروض ما يكونش بيقع داخل منطقه الحل. يبقى تاني بقى في منطقة الحل الغير محدودة بناخد الرؤوس ونعوض بيها، وبعدين نرسم دالة الهدف أو المعادلة دي ونساويها بالرقم ده اللي هو القيمة الأولى اللي طلعت لنا، ونشوف الخط هل بيقع في منطقة الحل ولا لا. لو بيقع داخل منطقة الحل يبقى القيمة دي لا تمثل قيمة صغرى. طب التانية هناخد بقى الخط برضو اللي هو 9 اكس ناقص 6 واي نساويه ب 36 بالموجب، اللي هي القيمة التانية. ورسمنا طبعا هو بيمر في النقطة التانية بيمر بصفر وسالب 6 اللي هي ديت. هنعود مرة اكس واي بصفر مثلا، واي بصفر هنا في المعادلة ديت، يبقى 9 اكس بيساوي 36 يبقى اكس بيساوي 4. تمام، يبقى النقطة 4 وصفر. تعال نرسمه بقى كده، نرسم النقطة ده اهي والنقطة دي، شوف الخط هيقع فين. ادي النقطة الأولى ودي النقطة التانية ورسمت. ايوه، لو تلاحظوا ان الخط ده اللي هو بالأخضر ده تمام بيقع خارج منطقة الحل، بره منطقة الحل، يعني بيمر بس بالنقطة الرأس دي كده، لكن هو نفسه مش بيقع داخل منطقة الحل على طول. بقى يبقى معنى كده ان الخط هو بيقع خارج منطقة الحل، لذلك القيمة 36 تعتبر قيمة عظمى، او في قيمة عظمى للدالة عند صفر وسالب هي 6. يبقى هنا اقدر اقول ان يوجد قيمة عظمى للدالة قيمتها 36 عند النقطة صفر وسالب كام؟ 6. ممتاز، تحقق من فهمك زي ما قلنا بقى هنسيبها لحضراتكم تحلوها كواجب. تعال نشوف بقى ازاي نطلع الحل الامثل. يعني ايه كلمه الحل الامثل؟ احنا قلنا في المفردات في اول الحصه ان في الحل الامثل، يمكنك الحصول على ذلك الحل باستخدام البرمجه الخطيه. طب المفهوم الاساسي بيقول ايه؟ ازاي نستخدم البرمجه الخطيه لايجاد الحل الامثل؟ اول خطوه، في خطوات، الخطوه الاولى حدد المتغيرات، نكتب نظام المتباينات الخطيه اللي احنا بنقول عليها اسمها القيود، مثل نظام المتباينات بيانيا، نرسمه بيانيا، نحدد احداثيات رؤوس منطقه الحل، نفس الكلام، نكتب الداله الخطيه التي تريد ايجاد قيمتها العظمى او الصغرى اللي هي داله الهدف، دي اسمها داله الهدف، يعني ده الهدف بتاعي بنكتبه على شكل داله خطيه، نعوض باحداثيات الرؤوس ونطلع القيمه العظمى والقيمه الايه الصغرى. تعال نشوف مثال من واقع الحياه. كنا خدنا في اول الحصه مثال لعدد الأثواب المنتجة في اليوم الواحد في مصنع ما، كان بيقول لك المصنع ده بيطلع مقاس صغير ومقاس كبير، أقل عدد من المقاس الصغير 600 وأكبر عدد 1500 في اليوم الواحد. تمام، وفي المقاس الكبير أقل عدد ممكن إنتاجه 800 وأكبر عدد 1700 في اليوم الواحد. هنا تكلفة الإنتاج للثوب 55، وهنا تكلفة الإنتاج هنا كام يا شباب؟ برافو 70. بنعمل إيه؟ بتيجي أنت جاي على طول، هنفرض إن الإكس هي عدد الأثواب المنتجة من المقاس الصغير، والمتغير واي هو عدد الأثواب المنتجة من المقاس الكبير، وهنعمل المتباينات. طب نعمل المتباينات إزاي؟ أول قيد عندك إن إكس لازم تنحصر بين 600 و 1500، أو عدد الأثواب لازم يكون أكبر من 600 وأقل من 1500. أنت كاتب X أكبر من أو يساوي 600 وأقل من أو يساوي 1500. نفس الكلام Y، Y أهيت أكبر من أو يساوي 800 وأقل من 1700. وتحدد دالة الهدف بتاعتك اللي أنت عايزها، لازم إن
x زائد y إن عدد الأسواب من المقاس x زائد y لازم يكون ما يقلش عن 2000. وكان محدد لك الكلام دي، يعني المصنع بيحدد هدف، ده الهدف بتاعه، ده الايه، ده الهدف بتاعه ان ما يقلش عدد الانتاج من المقاسين الاثنين عن 2000. فبنكتب x زائد y اكبر من او يساوي 2000. هنروح بقى نمثل على طول، نمثل نظام المتباينات. رسمنا المتباينه الاولى اللي هي x، طبعا طالما المتباينه فيها x بس يبقى تمثل بخطوط ايه، راسيه، ممتاز، اللي هم الخطين اللي باللون الاخضر دول، كويس. واحد من عند 600 وواحد من عند 1500، اهو ده 600 اهو، وادي واحد من عند 1500. y طالما y يبقى تمثل بخطوط افقيه بتوازي محور x، تمام. ها هنا y من عند 800 اهوت، وده من عند 1000 وكام، و700، ادي الخطين. منطقة الحل طبعا عند x زائد y، ها x زائد y ده قيد اهوت، لا ده قيد مش دالة الهدف، عفوا قيد، هو محدد برضو ان x زائد y لازم العدد يكون. فانت هترسم معادلة، تحول ديت لمعادلة ان x زائد y بيساوي 2000، وترسم الحد او الخط الحدي مثلناه كده. طبعا هنا y اكبر يبقى الخط هيكون الحل كده. خد بالك ان منطقة الحل اهي، منطقة الحل المشتركة هي دي يا شباب، واضح جدا ان انا عندي كام رأس، ادي 1 2 3 4 5، تاني ادي 1 2 3 4 5 رؤوس بتحددهم، تمام. الدالة بقى اللي احنا بنقول عليها دالة الهدف اللي هي دي، ان f of x y الانتاج من x يبقى 55 x، انا عايز تكلفة الانتاج، وتكلفة الانتاج في ال y 70، تيجي كاتب 70 y. طب انا عايز نصل للعدد الامثل عشان نصل لايه، لاقل تكلفة هنا، ممتاز. هناخد بقى الرؤوس اللي احنا قلنا عليها دي، اللي 600 و1700. طبعا بطلع الكلام ده هوت من الرسم، ادي واحد، ها 600 و1400 فين، ادي النقطة التانية، رؤوس منطقة الحل 1500 و700، اهي 1500 و700، ودي 1500 و800، والنقطة ده هي يا شباب بتمثل 1200 و800، وتعوض في دالة الايه، الهدف. هنا طلع ان اف اكس واي 152000، هنا 131000، هنا كذا، هنا كذا. فانت بتشوف اكبر قيمة واقل قيمة. طبعا اكبر قيمة اللي هي القيمة العظمى للانتاج ده هو اللي هو 2500. طبعا ده بيحصل امتى، لما نكون معايا من المقاس x 1500 ومن المقاس y 1700، يعني الحد الاقصى للانتاج، يعني اعلى ربح بيجي لما انا نكون عندي 1500 من x و1700 اللي هم الحد الاقصى زي ما انتم شايفين، تمام. طيب القيمة الصغرى القيمة الصغرى اللي هي عند النقطة 1200 و800. طيب الخطوة 7 يقول لك يجب إنتاج 1200 ثوب من المقاس الصغير و800 ثوب من المقاس الكبير لتكون التكلفة أقل ما يمكن، تمام. دي القيمة الصغرى، يبقى أنا كده حددت، جبت يجب إنتاج 1200 ثوب من المقاس الصغير أهو، و800 ثوب من المقاس الكبير لتكون التكلفة أقل ما يمكن. طبعا دي التكلفة، التكلفة هنا بتكون أعلى شيء لو أنتجت العدد ده، دي بتكون أقل تكلفة لو خدت العدد ده من X وخدت العدد ده من Y، وخدت العدد ده من يعني أنتجت 1200 من المقاس الصغير و800 من المقاس الإيه الكبير. يبقى ده بقى ده الحل الأمثل بالنسبة لي بعد ما استخدمت مسألة البرمجة الخطية للوصول للهدف اللي أنا عايزه. يبقى الحل الأمثل بالنسبة لي للحصول او للوصول لاقل تكلفة هو، ها برافو، ان احنا يكون عندنا 1200 من المقاس الصغير و800 من المقاس الايه الكبير. طبعا تحقق من فهمك من واقع الحياة، برضو حضراتكم ان شاء الله هتنفذوا الايه المسألة ديت كواجب، ونشوفها مع معاكم ان شاء الله في الايه في الحصص القادمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية
حصة اليوم من درس البرمجة الخطية والحل الأمثل، على أمل التواصل معكم إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.